صح. مدام نهال، الو، ألو، اهلا بيكي، اتفضلي. أهلا بيكي. لو سمحتي كنت عايزة أسأل بس الدكتور على حاجة. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. لو سمحتي يا دكتور، أنا يعني مش عارفة أقاوم على الرجيم، مش عارفة وعندي ليه؟ اللغد جامد قوي والبطن، يعني أتخن حاجة في جسمي اللغد والبطن. ومش عارفة تمشي على نظام دايت؟ أيوة، مش عارفة أمشي على نظام الدايت، وعندي اللغد، يعني كل ما أجي أعمل دايت ما أعرفش، ما أقدرش، يعني باكل برضه. ما بتقدريش، وجربت ما حاجات عندهاش، كتيرة قوي من بره، جبت أعشاب من العطار، وجبت سيبك بقى من برشام من الكلام الصيدلية النصب ده وكده، والدجل ده، سيبك مش من الكلام عارفة، وعندي اللغد جامد وعندي البطن. الدجل ده بتاع الأعشاب فحضرتك أنا والحاجات عايزة أعرف بس عيادة الدكتور فين، على أساس إن أنا أتابع معاه. في طيب الإعداد حضرتك ده ارجعي للكنترول وخدي الكنترول. العنوان. طب نسمع بقى الكلام، حتة أنا عندي سمنة موضعية، منطقة اللغد معايا ومنطقة البطن، ومش عايز أعمل دايت، هكتفي بالجلسات، ما ينفعش. عشان أكون أمين معاك، يعني ماشي استعداد أعمل لك الجلسة معايا وتنزلك بس مش 4 سم هجي. واطلع اكل محشي، ما ضيعت اللي انا عملته. خلاص، ما عملتش ما مش حاجة. وانا هعمل الجلسه، سواء ان انا انزل اللغد، في جهاز على فكره اللغد، في جهاز مخصوص كده للغد برضو في المراكز ده المتقدمه، بيبقى برضو اسمه باي خلايا شيب. دهنية كتير يا بتبقى دكتور. جهاز عباره عن فاكيوم يشفط الدهون ويعمل حاجه اسمها سكويزنج للدهون دي، يعصرها طبعا من غير ما تحس يعني، تمام. وفي جهاز اسمه ار اف نفس الدراع يشد الايه الجلد، يبقى انا اللغد ده اللي موجود بسحب الدهون معايا وتتعصر، انت واخده بالك، مش عصر بمعنى حاجه اسمها سكويزنج، وحاجه تشد الجلد فبيضيع الايه اللغد، بس برضه مش هعمل الجلسه واطلع اكل مثلا انا عايزه فطير وكريب والكلام ده كله، ما ضيعش. فعشان كده لو انا بكلم برضه بامانه، بحب ان بنظام التغذيه يمشي بارلل في نفس الوقت مع نظام الايه علاج السمنه الوضعيه، وانت خلاص راح للدكتور ماجد او دكتور اي ليه سمعه طيبه، خلاص عارف الاجهزه اللي عنده اجهزه ناجحه معايا. وفي نفس الوقت في نقطه برضه مهمه قوي، لو انا اكلم برضه بخبره، يعني انا ممكن تيجي، ممكن تجي لي يا لميا اقول لك احنا هنعمل جلسات مثلا سي على منطقه الارداف، هنعمل سي مثلا حاجه اسمها جسمه الكرايو تبريد، وهنعمل اكوستيك ويف وجهاز اسمه الترا ساوند. تمام. اجي اعمل لك انا واعطيك حتى تاخدي 8 جلسات. في نقطه مهمه قوي الاستاذ المشين لازم يفهموها، انا ممكن بعد 4 جلسات اشيل الجلسات دي خالص اللي هي الباقيه. لا مش قصدي، لا الاربع جلسات اغير نوعيه الاجهزه بعد 4 جلسات. ليه؟ ان الدهون متغيره مع الجلسات، فاهموا برضو طبيعه السمنه الموضعيه بالاجهزه معايا. ليه؟ ان الدهون بتبقى ممكن ناشفه الاول، في اول 4 جلسات تحول لحاله هتضطر الايه ان انت تستخدم حاجات معينه. برافو عليك. يجي العيان يقول دكتور ماجد انت مش عارف شغلك، ما بقولوش طبعا بس فرضا يعني، انت كده قلت لي 8 جلسات وبعد كده غيرت الاجهزه، طب ليه غيرت الاجهزه؟ ان فاهم برضو بخبرتي، انا عايز حضرتك المنظومه اللي انت عايزاها في خلال الشهرين، فانا برضو بخبرتي وامانتي معاك لا هغير نوعيه الاجهزه خالص، بأجهزة الشغل على الدهون، خصوصا لما تحولت من الحاله الايه الصلبه او متحجره للحاله الايه الطريه، فعايز ايه لا، جهاز هو تاني. المريض اللي ودي خدمة يهمه بقى في النهاية النتيجة، مش ايه الجهاز اللي عشان ليه كده، الأجهزة اتغيرت. عشان لا، كده برضه بنقابل الساده المشاهدين برضه بكل امانه، لو الدكتور ذو سمعه طيبه وهيغير نوعيه الاجهزه، ده مش نتيجه جهل منه، ده نتيجه خبره وعلم ان طبيعه الدهون اتغيرت، ان الدهون متغيره مع الجلسات. هو فاهم اكتر، هو هو فاهم ماشي على ايه. يعني ادي اكزامبل برضه عشان يفيد الساده المشاهدين، طالما الحلقه تكون ناجحه يا رب. اتفضل. انا بعمل دهون تبقى صلبه قوي، ففاهم في الدهون الصلبه اشتغل بفوكس الترا ساوند والاكوستيك ويف معايا، بحيث احول دهون صلبه لحاله الايه الطريه، بعد 3 4 جلسات تحول لحاله الطريه، تيجي تعمل الجهاز ما بيجيبش نتيجه رغم ان الجهاز ناجح، لان هو مختص بشيء معين. برافو عليك. ابتدي لو الدهون ابتدت تطرى، انا عايز احقن حقنه ميزو ثيرابي، اروح داخل حاجه اسمها الميزو ثيرابي معايا، حقنه اسمها الارتيشوك، تنزل الميه الايه الزياده الطريه دي لتفين في الايه في الايه في الخلايا الدهنيه، وبعد كده ابتدي اكمل الجلسات. فهي بتبقى منظومه، هي الدكتور او التيم ورك اللي بيشتغل في اليكسا ده فاهم شغله، بعيد بعيد تماما عن قلق او خوف الايه العيان. تمام.